محمد السادس خليفونا وشعر عشر برلمان ليش جديدة بفتح حوار باب الحوار لأننا الآن كنمثلوا الساكنة وكنشوفوا بأن الباب اللي غنتحاوروا معاه مسدود وهو الجهات المعنية في ملف السكن. استفادة فدائية استفادة فدائية للمرأة المغربية السكنة في المراحل الله عليك يا مغرب. كنشوفوا اليوم بانه الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية انه العكس باش فيكون واحد الفرح وواحد السرور. كنشوفوا النساء اليوم تيحتجوا وبالك تعطينا الدوافع والاسباب. الدوافع والاسباب ان السلطات المغربية احتفلت ب 8 مارس بطريقتها الهدم ديال السكن بدون تعويض في جميع انحاء المملكه، من جملتها البراهمه في سيدي رحال 6000 ديال الساكنه بيتها في الزنقه، من زائد الشلالات زناته دوار غزوون، هاد الناس هادو كلهم مقصيين من الاستفاده وما عندهمش السكن وما عندهمش تعويض. هذا هو علاش المراه كتحتج باعلى صوت. المراه راها قضيه ماشي حمله انتخابيه، لان في الانتخابات كيعتمدوا على المراه والاصوات ديال المراه. راه ما كتطلبش المساواه يعني في شي حوايج اللي فوق الطاقه، راه باغا غير تاكل مزيان وتعيش مزيان وتسكن. فرع برشيد وبرنوصي. عندي مشكل انا في الدار، عندنا افراغ في الدار وخويا هز البوطه واعتقلوا مرض نفسانيا، هذاك ما نديوش عليه مرض نفسانيا اعتقلوه وعاودوا رجعوا لنا وكيقلبوا عليه. دابا انا داير لي مذكره بحث على اضرام النار، حيت انا اللي معينه في الدار ديال دارنا. دابا كيقلبوا عليا انا، اشنو بغاو مني انا بالضبط؟ اش بغاو مني انا؟ الوالد هو المعني بالامر، ما كيدوش، كيقلبوا عليا انا حيت انا من الفرع ديال برشيد. هذا هو كنطلب انا من السلطات تعطينا غير الحق ديالنا، حنا ما بغينا حتى شي حاجه. وهذا المشكل كامل واقع غير من العائله ديالنا، غير من عمامي. وشكرا. هادشي باين 11 لقد اوعز الى الناس. عاش الملك عاش. لقد اوعز الى الساكنه ان لا تنزل للتظاهر وكأن التظاهر جريمه، في حين ان التظاهر هو حق أطفال المغرب يساندوننا نحن المهددون بإخلاء بيوتنا.